الحمد لله. اهلا وسهلا. طيب خلوني بس اتذكر انا وياكم انه اخر مره نحن كنا اخذنا لفيرب يلي فيه هون ضميرين، افعال ذو الضميرين او اسم لفيرب برونومينو، صح ولا لا؟ ايوه تمام. او الرمتنا اليوم رح نرجع نتذكر انا وياكم شوي عن هالفيرب برونومينو، طبعا من خلال البارت الموجوده عندنا بالكتاب. فقايلي لنا الافعال الضميريه هي الافعال يلي بيسبقها سو او اس ابوستروف، ويتغير هذا الضمير طبعا للفاعل، يعني مع الجو رح يكون مو، مع التو تو، مع الايل سو، مع النونو، مع الفو فو، ومع الايل افيك اس سو، والال افيك اس سو. تمام. تمام. اهلا وسهلا يا جمال، اهلا وسهلا يا محمود، لا محمد بلا ومحمود صح. اهلا. تمام. هلا انا في معي جمال ومحمد ومحمود، صحيح؟ ايوه اوكي، اهلا وسهلا فيكم. فاذا شباب بلشت ان ريفيزيون، بلشت مراجعة على افعال ذو الضميرين يلي انتم اوريدي اخذناها هديك الحصه. برجع بذكر انه افعال ذو الضميرين يعني الافعال اللي بتكون عندها ضميرين تبدا اول شيء بالضمير سو او اس ابوستروف. فاذا انا بس اشوف السو او الاس ابوستروف دغري رح افهم انه انا لازم اصرف هيدا الفيرب بطريقه حط ضميرين مع كل ضمير، يعني مع الجو رح احط معه مو، مع تو تو، مع الإيل والال سو أو أس أبوستروف طبعا لأنه ممكن الفيرب يكون بيبدأ بفويال، مع النو رح يكون عندي نو، مع الفو رح يكون عندي فو، مع الإيل والال سو وأس أبوستروف. طب بدي أسأل سؤال شباب، مين هيدي البارت في شي مش فاهمة؟ لا تمام. تمام كلنا؟ ايوه اوكي تمام. فاذا يا جماعه هيدي بدنا نركز عليها، ليش؟ لانه بعدين بدها تيجي باكسرسايزز ولازم نحن نعرف نشتغلها. هلا حنشوف كيف حيجوا هدول الاكسرسايزز. طبعا بعد بدي اقول لكم شغله، انه طبعا النهايات تبعت الافعال هي نفس نهايات المجموعه الاولى، ليش؟ لانه اصلا هو مجموعه اولى، ليكو شو اخذ؟ اقر، وهون شو اخذ؟ اقر، يعني فعليا هو نفس التصريف، ولكن كل اللي تغير هو بس الموجود بالاحمر، الضمير الثاني اللي حطيناه جنب الضمير الاول. تمام؟ يلا رح نبدا بالاكسرسايز ورح ابلش بالدور مع، يلا نبدا مع منى. منى ابدأي، ال حتختاري اي وحده من بين هول الاربعه، ا بي سي ولا دي؟ هي دي الصفحة كويس. تفضل. الأولى اوكي تمام. مين كان عم يسال يا صفحة كم شباب؟ دي يا باشا؟ تفضل حبيبي. صفحة كم دي يا باشا؟ والله ما سمعت شو قلت لي. صفحة كم؟ صفحة كام؟ يلا ثواني لاشوف لك. دي صفحة 23. تمام. تمام. ألور قالت لي منى اختارت رقم واحد، ليش يا منى؟ فسري لي. لأن لانه مع الايل انا شو بحط يا منى؟ مع الإيه بحط تقيل. بحط سو، بحط سو. تمام. ليكي هايدي أيوة هايدي. تمام شكرا يا منى. يلا يا حبيبه، تو كانزون، هتختاري اي وحده وقولي لي ليش. ها عم تسمعيني يا حبيبة؟ يلا حبيبي أي واحدة رح تختاري؟ طب هل أنتوا سامعيني وحبيبة مش سامعتني ولا كلكم مش سامعيني؟ لا هي قالت الثانية بس هي صوتها واطي. سوري أنا ما سمعت. تمام برافو يا حبيبة، اخترنا الثانية ليش؟
لانه نحن بنعرف انه صديقه تو هي الاس. تري بيان. يلا يا يسر نو، هتختاري اي وحده حبيبتي؟ لتر سي. سي، برافو، اخترتي اللي فيها او ان اس لانه صديقه النو هي الاو ان اس. يلا يا جمال، هتختار لي يا جمال شو اذا عندي رامي وسامي؟ أنت اون، برافو عليك، بس ما تلفظ لي التي يا جمال، بالفرنسي اخر حرف ما بنلفظ التي. تمام 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 يلا يا محمد، محمد ال افيك اس، حختار لاي وحده؟ سي ارجعي علي صوتك وقول لي خيارك. سي سي. طيب هلا انت قربت على الصحيح، ليش قربت عليه؟ لانه مع ال، مظبوط، برافو عليك، لازم اختار الضمير الثاني يكون سو او اس ابوستروف. ولكن في شغله يا محمد انت نسيتها، انه هيدي الاس في مع في هيدي ال في مع اس، ولما بيكون السوجي معه اس فالفيرب بهيدي الحاله شو رح ياخذ يا محمد؟ اي انتي برافو عليك يا محمد، فاذا بنغير خيارنا وشو بتاخذ يا محمد؟ ايه اي، برافو. يلا يا محمود، ليه اي كاميل، برأيك رح نختار لهم اي فيرب؟ مين اي وحدة دي؟ اخ واحدة بس برافو برافو يا محمود، برافو. نرجع عن جديد لعند منى. يلا يا منى، أحمد إتوا، انتبهي منى، إتوا، هختار له أي فيرب؟ الأخيرة. برافو عليكي، بس منى فسري لي ليش اخترتي الأخيرة، وفسري لأصدقائك ليش إنك أنت اخترتي الأخيرة وأنا ليش قلت لك إيه. صح، معكي مي، لانه دائما يا منى لما بيكون في عندي اسم وحرف توا، يعني احمد وانت او احمد وانتي، يعني انتم، يعني حتكون فو. تمام يا شباب كلياتنا، رح ارجع عيد. لما يكون عندي اسم وتوا، توا بتعني انت، طيب يعني يعني انا وانت، بنكون انتم مش انا، يعني اي انسان وانت يعني بتكونوا انتم، فرح نختار كأن فو، فرح اختار النهايه التي تتناسب مع البرونو فو. هيدي احفظوها صم، اسم وتوا يعني فو، اسم وتوا يبقى ايه يا جمال؟ فو. يسر، اسم وتوا يبقى ايه؟ فو. محمد، اسم اتوا يبقى ايه؟ فو. برافو يا شباب، يلا رح نمحي وننزل شوي لنكمل البارت. كنا وصلنا يا جماعة لهون على الرقم 8، وكان دور مين؟ منى عملت. يلا يا حبيبة، كومون تو، هختار لأي وحدة يا حبيبة؟ ما سمعت، علي صوتك شوي يا قلبي. سي، برافو. ليش اخترنا سي؟ لأنه تو صديقته هي الأس اللي هون، ولأنه الضمير الثاني اللي أنا لازم حط له إياه هو تي أبوستروف أو تو. يلا يا يسر، جو عادل. جو مابيل. برافو عليك يا يسر، اخترنا مابيل لانه اول شيء مع الجو الضمير المناسب الثاني لها هو مو او ام ابوستروف، وطبعا رح تاخذ او بالاخر لانه مع الجو دائما نهايه الفعل هي او. يلا يا جمال، جي ابوستروف سيزون، هختار اي وحده من فيرب افوار؟ جي يعني ا بي سي ولا دي؟ بي
Très bien, يا جمال. برافو. محمد، tu as Mathilde. هتختار أي واحدة يا محمد؟ ايه آه، برافو عليك يا محمد، لأنه مع tu بختار tu، وبختار للفيرب اس، لأنه دايماً صديقة tu هي الاس. يلا يا محمود، نو، هختار أي واحدة؟ ب ب ايه انتبه، ب ولا سي؟ عندي نو يا محمد، يا محمود عندي نو. مين صديقة النو يا محمود؟ محمود هيدي مش فو. الفو لو بتقلي البي بقلك صح، لأنه صديقة الفو هي الأزد. ولكن مين صديقة النو يا محمود؟ لونش برافو، الـ O-N-S. طيب سؤال للجميع، حدا عنده أي سؤال حول هيدا الإكزرسيس اللي هلأ نحن عملناه؟ ولا صفا بيقطع ماشي الحال؟ مس هو ليه مكتوب مرتين نوس نو إيه، جمال عم يحكي صح؟ ايوه أوكي جمال، نحن ما قلنا إنه لما الفيرب بيكون بيبدأ بسو يعني هو فاعل ذو ضميرين، صح ولا لا؟ وقلنا مع كل ضمير رح ياخد ضمير تاني، فنحن حفظنا انه مع الجو مو، مع التوتو، مع الإيل والألسو، مع النو رح تاخد نو زيها، مع الفو رح تاخد فو زيها، ومع إلافك أس وإلافك أس رح تاخد سو. عرفت ليش يا جمال؟ تمام حدا عنده أي سؤال صبايا شباب؟ لا تمام. طيب في حدا كان عم يحكي كأنه بنات؟ لا تمام، يلا on va continuer par cet exercice. Encore c'était le tour de رح نبدأ مع منى. لا حنقلب الأدوار هالمرة. يلا يا محمود ابدأ أنت. سيسيل 10، رو دو لا جار، هختار أي فعل من هيدي الأفعال يا محمود؟ محمود بتسمعني أنت حبيبي؟ أوكي يا محمود، أنا عندي سيسيل، خليني أنا وياك فكر أنا وياك على صوت عالي. سيسيل، هل هي جو يعني أنا؟ أنت اسمك شي سيسيل؟ أكيد لا. هل هي تو يعني أنت؟ كمان لا. يبقى سيسيل هي تنفع زي شو؟ أي ضمير؟ قولوا بالعربي إذا نسيتوا بالفرنسية ما في مشكلة. ها؟ هو يبقى محمود ركز شوي معي. محمود لا بس تلاقي اسم هون، تلاقي اسم واحد لحاله رح نختار، او ال اذا كان ولد، او ال لو هي بنت. ليش؟ لانه لما بيكون في اسم لحاله يعني انا لازم احط ضمير او هي او هو. واضحة يا محمود؟ واضحة ولا برجع بعيدة؟ هأرجع عيد. سيسيل هو اسم بنت، يعني بدي أقول هي، لأنه هي مش موجودة معنا هلأ بالسيشن. فإذا شو يعني هي؟ يعني ال. بما أنه اخترت ال، أي فيرب يا محمود بينفع مع ال؟ هل اللي آخد أ ولا اللي آخد أ زاد ولا اللي آخد أ أس ولا اللي اخد او انت؟ اي وحده يا محمود؟ لا الاو. برافو عليك، فهمت يا محمود. ايوه يلا محمد، فو مدام سيلين، عندي فو، هختار لها اي وحده يا محمد؟
سي سي تري بيان. اخترنا كتبنا فو مرة تانية لأنه هيدول أفعال ذو ضميرين، وبالتالي أنا لازم أكتب لهم ضميرين بكل مرة، فمع النو بكتب نو زيها ومع الفو بكتب فو زيها. يلا يا جمال، جي أبوستروف رح أختار لأي وحدة يا جمال؟ جي أبوستروف راح نختار أول واحدة. برافو جمال، تري بيان. يلا يا رح نقلب أدوار البنات كمان. يلا يا يسر، إيل هتختاري أي وحدة مع إيل؟ يسر عم تسمعيني ولا طلعت يسر؟ الاي نو يا يسر، لا هيدي الاي هي بس للجو، بس تتشوفي جي ابوستروف بتحطيه لجي، يبقى مع الاي. لا اقصد ايه لوحدها اللي هي اللي ترضيها مس. دي اوكي تمام مظبوط، فاذا مع الايل رح احط دايما اه. يلا يا حبيبة فو، هختار لها أي واحدة يا حبيبة؟ حبيبة والله ما سمعت شو قالت. قالت دي؟ حبيبة في مجال تعلي صوتك ترجعي تقولي لي شو خيارك كان؟ ايه اخر واحدة؟ برافو عليكي تمام، ها سمعينا صوتك. يلا يا منى، ال هختار لها اي واحدة يا منى؟ سي بريزونتور. برافو تريبيا يا منى، صح بختار سو بريزونت، برافو. بنرجع لعند محمود. يلا يا محمود، نوها. نهى هي شو يا محمود؟ لما بشوف اسم لو كان ولد فرح يب. أقول إيل، لو بنت رح أقول أل. بما أنه نهى هل هي ولد ولا بنت؟ بنت. بنت، فإذا رح أختار لها أل. أي حرف أو أي فعل بينفع مع الأل يا محمود؟ ايه يعني أبي سي ولدي؟ سي سي تري بيان تري بيان. هنكمل مع محمود، لا محمود عمل محمد. مامير هدى، هختار لها اي شيء؟ برجع يا محمد وبقول لك مامير يعني هي امي، فاذا طبعا هي بنت رح اختار لها الضمير ال. يلا اختار على اساسها. دي بي، برافو عليك يا محمد تري بيان. يلا يا جمال، سامي اي موا، لما بيكون في اسم وانا معه يبقى افون هيدا نو. برافو افون، برافو يا جمال تري بيان. نرجع لعند يسر. يلا يا يسر، نو هختار اي واحدة؟ لتر سي. سي تري بيان، لانه مع النو دايما بنحطه هن اس. برافو. يلا رح ننزل شوي بالصفحة لتحت يا جماعة. عليكم شباب قبل ما نكمل خلينا نظهر ونرجع نفوت مشان ما ينطرنا 20 دقيقة 7 دقايق اللي هن البشعين هول. اوكي يلا ادخلوا ارجعوا فورا تمام على نفس اللينك هيدا. لا لا اسمعوا اسمعوا شباب، طلعتوا؟ اتذكرت انه هيدا ما بيفصل او لا بده يفصل مبلا لا اكيد. لسه اتذكرت انه هيدا بيفصل ولكن نرجع ندخل عليه فورا، ما في 9 دقايق لانه هيدا عملته بطريقه السكادجول، فخلص رح ادخل يا الله والله نسيت. يعني نخرج ولا لأ؟ لا طيب لا 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 ما تخرجوا، لا شباب شباب صبايا سامعيني؟ ايوه سوري انا خرجتكم ونسيت انه انا هيدا عملته بطريقه انه لو انه بيفصل بعد 40 دقيقه ولكن بنرجع بنفوت عليه ما بننطر، فوالله نسيت سوري، فكرت عم بشتغل على اللينك هديك. طيب وين هيدا؟ ليش انا حسيت حالي ضعت فجاه؟
وين وصلنا؟ سانك يمكن؟ عند رقم 10. لا. والله ما شاء الله. والله يسرى عملت 10 صح. يلا يا حبيبة بليز اعملي لي نيميرو 11 لوك اي بيير، ولاد اثنين هتختاري لهم اي فيرب يا حبيبة؟ سي ولا انا بيتهيأ لي سمعت سي؟ حبيبة بليز علي صوتك. ها ايوه كده. اوكي تمام تمام يلا maintenant on a terminé. On va passer maintenant à une nouvelle leçon et ce qui parle des couleurs. Là. Ce qui parle des couleurs. طيب شو يعني الكولور؟ مثل ما نكون شايفين هن الالوان. طبعا نحن لازم نكون بنعرف كل الالوان باللغه الفرنسيه لما بتقطع قدامنا بنعرف شو هو هيدا اللون. طب بتقولوا لي يا تيتشر ضروري انه نكون حافظين كيف بينكتب 100%؟ لا ما ضروري. ليش؟ لانه مش رح يطلبوا منكم انكم تعملوا ديكتيشن انتم فيهم. هن شو رح يطلبوا منكم؟ هن رح يطلبوا منكم انه تعملوا الادجكتيف يلي هو اللون، مثلا بيقولوا لكم حطوا مثلا وراه بيكون في كلمه، تمام؟ فلو هيدي الكلمه اللي رجعت له هي مؤنثه فلازم انس اللون، لو مذكره لازم اذكر اللون، عرفتوا كيف؟ هلا بعدين رح تشوفوا شو قصدي. Alors je vais commencer، رح ابدا اقرا وكل واحد رح يقرا ورايي اربعه اربعه. Je commence le violet, le bleu, le vert, le gris. يلا يا يسر. Le voit violet, Oui. violet, Bleu, bleu. لا ماشي أنا كنت بقول الأولى ماشي. Le bleu, le vert, le gros, le gris, جري le gris. تريبيا ما بنلفظ الاس. يلا يا جمال. ها Le violet, le bleu, le vert, le gris, le blanc, le noir, le rouge, le rose, ما شاء الله. le jaune, le bleu, le marron, le orange. برافو عليك لورانج، برافو يا جمال. يلا يا محمد. لو فيولي لو بلو لو فير لو غري. Le violet, le bleu, le vert, le gris. بس لكم شغله يا جماعه، كلكم بتقولوا لو بلو، هو مانو بلو، هو بلو بلو بلو، تمام؟ يلا منى. Le violet, le bleu, بلو بلو le bleu, le vert, le gris. تمام. يلا يا حبيبة. طب ليك ولا بشرفكم، هي صوتها واطي ولا انا عندي مشكلة طرش؟ حبيبة علي صوتك. تمام ها هلا مسموع. يلا حبيبي تاكل. برافو تري بيان. يلا منى قريتي يا منى؟ قريتي. يلا ومحمد قري. يلا يا محمود. لبلو لفو لغو. تمام. يلا هلا اللي ما اعطيوني كل الالوان حيرجعوا يقروا معي هالمجموعه كلها. لو بلان لو نوار لو روج لو روز لو جون لو بيج لو مارون اي لورانج. يلا يا يسر. لي بلا لي نو نوار لا روز لا روز وي لا نوار وي لا روز لا روز 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 لا جون ايه
لابيج. لا ايه البني ايه؟ مارون مارون. لا مارو مارو وي لور. لا اور لورانج. طيب مين في هلا عندي حدا كمان؟ جمال أرى. يلا يا محمود. دبلة لنو ل داكور كونتينيو. لو وين صرت؟ نكمل ايه كملهم كلهم. ليش وي ايش لو مارو رمال لو انجو لورانج. تمام يلا يا منى. لو بلا لو نو لو رو لو رو لو جو لو بيج بي لو مارو لو رانج. تمام يلا. مين في بعد؟ محمد بظن صح؟ يلا يا محمد. لو بلا لو نور لو روج لو روز لو جان لو بيج لو مارو لو رانج. تري بيان. في حدا بعد ما أرى يا جماعة ولا الكل أرى؟ ها؟ شكلكم كلكم قريتوا. طيب شوفوا بس شو قايلين لنا هون تحت. هلا ما بعرف شو هو هون الكلام اللي رايح. مفرد مذكر تسبق بأداة معرفة لو ما عدا أورانج تسبق بالأبوستروف. ليش؟ لأنه نحن بنعرف يا جماعة إنه الأبوستروف بنحطها لما بيكون تبدأ الكلمة بفويال، يعني فاول. وشو هن الفويال اللي نحن بنعرفهم؟ اللي هن آ أو إي أو أو إجريج. سافا؟ شو سافا ولا ما سافا؟ لا تمام. اوكي رح ننزل هلا لتحت ورح نشوف كيف بدهم يطلبوا منا. شوفوا هيدا اللي اخذناه هلا هو عباره عن شو؟ نحن اللي اخذناه يا جماعه هو كان بس عباره عن اني انا اعرف كيف اعمل اكور. شو يعني اكور؟ يعني حسب الكلمة يلي بتجي ورا الأدجكتيف، يعني هيدا الأدجكتيف. تمام؟ فمثلا أنا عم أقول كنستي يعني البلوز بتاعتي خضرة. تمام؟ فلا بلوز هي مؤنثة، فبالتالي لازم أنا أنث هيدي الصفة، صفة اللون هيدي. أوكي؟ فشو بيصير؟ نحن حفظونا الألوان هلأ كخطوة أولى، ولكن كمان شو بدهم منا نعمل؟ بدهم يانا نعرف كيف نحنا لما بيطلبوا منا انه نعم طيب بيطلبوا منا انه نأنس او نذكر او اي شيء لصفة، كيف بنعمل هاي الشيء؟ فاذا لو فيمينان دي زادجيكتيف دي كولور. شو يعني لو فيمينان دي زادجيكتيف دي كولور؟ يعني مؤنث الصفات وصفات تحديدا الألوان. كيف أؤنث صفات الألوان؟ أوكي؟ يبقى كيف أؤنث صفات الألوان؟ طيب أنا اللي علي شو أعمله يا حلوين؟ إنه بتكون الصفة مذكرة مثلا فير، لأنثها شو بعمل؟ بحط لها أ. بلو لأنثها شو بعمل؟ بحط لها أ. جري لأنسها شو بعمل؟ بحط لها أ. فإذا بداية بدي إياكم تعرفوا إنه علامة التأنيث هي الأ. حلو؟ تمام؟ يبقى كأول خطوة لازم تعرفوا إنه لما الكلمة ما بتاخد شيء بالآخر أنا لأعملها مؤنث رح أحط لها أ. حدا عنده أي سؤال لحد هون ولا جو بو كونتينيي؟ لا تمام. تمام. أما بعض الأوقات يا جماعة فرح تلاقوا صفة الألوان هي اوريدي اخدي أ. طيب هل ينفع لو هي اخدي أ إني أنا إجي وحط لها أ تانية مثلا؟ يعني حط لها هون هيك اثنين
لا ما ينفعش. هيدا اللي لازم تعرفوه، انه بس للصفة تكون اخدة او، انا رح اكتفي بالاو اللي موجودة هون وما عاد زيد ولا شي مني هون، ما عاد زيد ولا شي، يعني حيبقى الوضع زي ما هو. اوكي، يبقى بنرجع منعيد، لما الصفة صفة اللون بتكون مش اخدة ولا شي، ساعتها انا راح حط لها من عندي شو، راح حط لها من عندي اه. اما لو هي اوريدي اخدي اه، فانا هحتفظ فيها زي ما هي. اوكي تمام. تمام، وصلنا على مطرح هون بلان وفيولي. هون اللي بدي اقولكم اياه انه هيدول الاثنين يا جماعه هن يعتبروا من الصفات بيقولوا عنا شواذ، يعني هي تعتبر شواذ عن القاعده. بالتالي نحن كلياتنا بنعرف انه انا بس بدي انث صفه راح احط لها او بالاخر. ولكن هون يا جماعه اللي بيصير انه بس للادجكتيف يكون اخذ سي، فانا بزد له من عندي اشوي او دائما، وبس الصفة تكون اخذة تي بعمل لها دبل تي وبرضو او. فاذا الشواذ الاثنين يلي قطعوا معنا اليوم هن بلان وفيولي. بلان يلي بعمله اني بزد له اشوي او من عندي، وفيولي رح اعمل له دبل تي او. اما اخر بارت فهو اللي بدي إلكن كمان يعتبروا شواذ، لانه مارون واورانج اثنيناتهم لا نؤنثهم ابدا، يعني هن سون دي مو انفاريابل. انفاريابل يعني لا تتغيروا لا بالتانيث ولا بغير التانيث، او خلينا نحكي بس بالتانيث هلا. تمام، هعيد لاخر مره مشان اذا حدا قد سقط سهوا منه شيء يرجع يتذكر. بالبداية لما بيكون في عندي adjective de couleur مش اخدي او، لحتى بالمؤنث او فيمينا جلو يجود ان او. لما اوريدي ال adjective de couleur يكون اخد او، خلص حاتركو انا زي ما هو. لما ال adjective de couleur بياخد سي رح حوله ل ش avec او و تي دوبل تي او. اخر شي مارون واورانج ما بنعملهم ولا شي، واضح؟ شكون سكت؟ شو نمتوا؟ شو نمتوا يا جماعة؟ السلام عليكم. تمام يا مس. تمام، وينكم شباب؟ نمتوا؟ جمال، محمود، محمد، منى، حبيبة، فينكم؟ يسر. تمام يا مس. صحصحوا صحصحوا. يلا تمام، ننتقل لا انتبه. سو كلكم انتبهوا هون. ار للتعبير عن اللون المفضل، يعني انا لما بدي اجي اعبر عن لوني المفضل ساستخدم عباره جم، حرف المعرفه لو او الابوستروف واسم اللون، او ممكن اقول جم لاكولار واحط اللون. يبقى انا لما بدي اقول انه انا شو اللون اللي بحبه عندي طريقتين استخدمهم، او بس بقول جيم لو وبقول اللون، او جيم لا كولور وبقول اللون. واضحه هالفكره؟ مثلا شوفوا جيم لو فير، جيم لورانج، جيم لا كولور فيرت. يبقى فيني اقول جيم واللون، ولكن ما تنسوا اداه المعرفه. فيني اقول كمان جيم واللون ومع اداه المعرفه، واخر شيء بقول جيم مع لا كولور واللون. تمام؟ تمام. اوكي، خليني بس اخذ نفس لاني حسيت قطع نفسي. طبعا انا مش رح طول معكم لانه خلاص اخذنا اليوم كميه انف، يعني ما بدي زيد عن هيك لانه حيكون عندكم الالوان للحفظ وجمع تأنيس عفوا الالوان. إضافة لهيك رح أرجع أطلع شوي على التيبلز اللي كانوا فوق
هدول اللي احنا حفظناهم هو الفربات، صح يا حلوين؟ ايوه اه تمام تمام اوكي. بس بفتكر انه بالتيبلز كان في شيء ما حفظناه، بس ما عادت ذاكره، بس خلوني اتاكد. شباب اوعى حدا فيكم يكون مش عم يدرس، لانه والله بعدين رح يتفاجأ وقت الاختبار. سامعين؟ ما بدي اتفاجأ فيكم وقت الاختبار، بدي اشوف كلكم علاماتكم حلوه، لانكم فعلا كلكم شاطرين ومميزين من دون استثناء عم بحكي. وما تفكروني عم جاملكم، لا هيدي حقيقه ولازم انا اقولها. هيدي الصفحه نحن خلصناها يا جماعه. شو سكتوا؟ اه ما في غير يوسف بتقول اه، والباقيين مش خدنا اخر ايوه اخر بس صدر اخر اخر حاجه اخر لا تيبل. خدناه طيب الحصه اللي فاتت. طيب شوفوا شو رح نعمل، رح ناخد هيدا التيبل ورح نعمل عليه بلس هيدا التيبل. اوكي يلا رح تمام نقرا ورح فسر لكم اياه. هون طبعا adjective adverb preposition expression، يعني صفات ظروف حروف جر وتعبيرات. جماعة اليوم كل شيء عطيتكم اياه للحفظ سا اتوديه، يعني انا بدي سمعه الحصة الجاية. حدا كل مرة حدا فيكم يكتب لي الاجندة، هو يعني هو يكتب المفكرة. يلا يسر استلمي يا انت اليوم، اكتبي باش 14 التيبل، وهن رح يعرفوا انه اخر تيبل، يعني صفحة 14 وصفحة 15 كمان ذا تيبل، وانطريني لننتقل على الصفحة اللي تحت. يلا والله انا مش بتذكر هيدا. فاهمة انا أعمل إيه؟ أنا تو انت تعملي ايه؟ حطي على ورقة او مباشرة على أو الجروب في التليجرام اكتبي باش 14، يعني ليكي كيف هيك ماشي باش 14. حلو طلعت عم بكتب عربي. الور باش 14 ويكندز اكتبي تيبل او تابلو، هن رح يفهموا شو عندهم. هون بال 15 عندكم هيدا وبال 14 عندكم الاخراني، تذكر؟ يلا سمبا تمام. يعني لطيف او رقيق، زيكم يا حلوين. جماعه بده يفصل الزوم فوتوا دغري، ما تستنوا 10 دقائق اوكي؟ لانه انا فنانه ما بنطرني الزوم، تمام؟ تمام. يلا رح اطلع انا وارجعوا ادخلوا دغري.